تمام تمام اوكي شيخ اما يريد اوه يا مشروع معالجة المياه الصناعية. هذا المشروع كان ضمن التحديات اللي واجهتها شركة نفط البصرة متمثلة بإدارة حقل مجنون النفطي، على اعتبار أنه هذا المشروع هو أحد المشاريع اللي تحولت من التزامات شركة شل عام 2018 إلى إدارة نفط البصرة. هذا المشروع بإضافات نوعية وقفزة نوعية من خلاله ممكن يصير إدامة للطاقة الإنتاجية إضافة إلى تحسين النفوذ. أيضا التحدي الآخر اللي يتكلل بالنجاح اليوم هو إكمال مشروع الحفر، اللي أيضا هو من المشاريع اللي أصلا محولة من شركة شل إلى شركة نفط البصرة، اللي ضمن مشروع حفر 30 بير. وقتها شركة شل أكملت 13 بير، نفط البصرة كملت ال 17 المتبقية، وهذا حقيقة إنجاز يحسب إلى شركة نفط البصرة بالتعاون مع شركتي المقاولين اللي موجودين عاليا في حقل مجنون، شركة كي بي آر وشركة أنتون. حاليا هذا المشروع لتحسين مواصفات النفط بالإضافة إلى دعم الإنتاج، بالإضافة إلى خلال مطلع 2023 راح تدخل إن شاء الله محطة عز الغاز الثانية لتصعيد الطاقة الإنتاجية إلى 450 ألف برميل، وهذا المشروع يكون من أولى المشاريع الداعمة لتمويل محطة CBF2 بالماء، بالإضافة إلى دعم الإنتاج للوصول إلى 450 ألف برميل. فعلا هذه المشاريع وزيادة المشاريع في حقل مجنون زادت عدد الفرص للعمل في حقل مجنون، وحاليا يعملون أكثر من 8000 عامل في حقل مجنون، ومعظمهم من المناطق القريبة لحقل مجنون. الشركات العالمية يتم بدورها تأهيل الشركات المحلية، وفعلا هناك شركات محلية ترتقي إلى الشركات العالمية ويتم إنجاز أعمال كثيرة من قبلهم. Thank you very much.